أهلا بكم في حلقة جديدة من في الغويط ومعانا النهارده للمرة الثالثة يمكن على التوالي الضيف أو صاحب البيت دلوقتي الأستاذ مجدي خليل الخبير السياسي والباحث والصحفي في الشؤون السياسية وطبعا بسبب الأحداث المتوالية في حرب غزة والأحداث حوالين حوالي المنطقة كلها الواحد مش عارف يغير الموضوع الحقيقه او ينتقل لموضوع اخر كل المواضيع بقت متشابكه وكلها بتدور حول محور الصراع العربي الاسرائيلي او الصراعات المتفرقه في منطقتنا السعيده اهلا بيك استاذ مجدي اهلا بك يا استاذ ايمن اهلا بجميع مشاهديك والنهارده لأول مرة بذيع مباشرة على تويتر وأنا مجهول في تويتر محدش يعرفني يعني هنشوف الموضوع ده هيسري على ايه وطبعا على اليوتيوب مباشرة وبعدها مباشرة هتذاع برضو على قناة الأستاذ مجدي خليل في برنامجه مع مجدي خليل. فاحنا الحلقه النهارده كانت عن حاجه محدده عن الصهاينه العرب او قائمه الصهاينه العرب التي تم يتم تداولها مؤخرا على منصات الاجتماعيه ولكن حصلت تطورات في اخر يومين تحديدا ما كانش ينفع ان احنا نتكلم في حاجه تانية او نغض النظر عنها يعني تحديدا الحوادث اللي حصلت التفجيرات اللي حصلت في ايران وحادثه اغتيال صالح الغروري في لبنان من جانب اسرائيل هي حتى الان اسرائيل لم تعترف بانها الفاعل يعني لكن واضح ان ان هي الفاعل فانت دي اكيد هيكون لها تداعيات في المنطقه او على الوضع في الصراع الجاري. ما هذه التداعيات وكيف الت الامور الى هذه النقطه؟ في البدايه ان هو اسبوع اغتيالات اسرائيليه لقيادات من كافه الاطراف، يعني بدات باغتيال القائد الكبير في الحرس الثوري رضا موسوي نائب رئيس فيلق القدس وبعدين تصفية القيادي المهم جدا في حماس صالح العرعور وبعد العرعوري وستة معاه وبعدين تصفية القيادي في حزب الله اللي هو حسين يزبك اول أم بالأمس وتسعة آخرين معاه وبعدين أيضا تصفية القيادة في الحشد الشعبي اللي هو قائد مجموعة النجباء اسمه أبو تقوى السعيدي وزي ما انت قلت تفجيرات ايران اللي جات في ذكرى موت اغتيال قاسم سليماني وفي نفس مرقده ومات فيها 103 واحد و188 دي الحادثه دي تحديدا اعلنت داعش ان هي المسؤوله عنها باحزمه انتحاريه يعني اعلن الحوادث الاخرى طبعا اسرائيل هي اللي عملتها الاربع اغتيالات الكبار بس ما اعلنتش عن كده أمريكا أعلنت إن اغتيال العروري في 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 بيروت بصاروخ إسرائيل إسرائيل رجعت يعني لو أنت شفت هذه الحوادث أولًا أولًا عمليات احترافية على أعلى مستوى على أعلى مستوى، إنك تفجر شقة واحدة في مبنى في بيروت وتغتال ستة وما يتأثرش مدني واحد ده حاجة على أعلى مستوى. عشان بس اللي بيتقولوا ان الجيش الاسرائيلي طلع في شنك، الجيش الاسرائيلي مش عارفه ايه، الاسرائيل طلعت في شنك، يعني ده عمليات عمليات احترافيه عاليه جدا جدا. اسرائيل كانت حصل خمول في فرقه الاغتيالات وفرقه الجواسيس، يعني بعد ما حصل التطبيع العربي وفي السنوات الاخيره يعني حصل تراخي في مساله الاغتيالات واعادت حاليا تنشيط فرقه الاغتيالات. وأعادت طبعا تنشيط شركة شبكة الجواسيس في الدول العربية. م. إسرائيل بتاخ واخدة زي سنة 1972 حصلت حادثة ميونر. قتلوا 11 إسرائيلي كانوا لاعبين في دورة الألعاب الأولمبية. إسرائيل بقى عملت قالت كل واحد من أيلول الأسود تسبب أو كان مشاركاً أو مخططاً سنقتله قعدت تطارد فيهم من سنه 73 لحد سنه 79 لما قتلتهم كلهم كلهم ماشي هي بالظبط قالت كل اللي تورط بطريقه مباشره او غير مباشره في حوادث س... في حادثه 7 اكتوبر سنصل اليه والعرعوري ده طبعا واحد من اكتر المتورطين ده طلع بقى طلع داهيه طلع ان هو اللي بينسق المنسق العسكري الرئيسي مع حزب الله وايران طلع ان هو رئيس حماس في الضفه الغربيه الله طلع ان هو اللي كان عارف اللي كانوا بيكذبوا توقيت العمليه وقالها الحسن نصر الله وقالها الايران شوف كله على فكره بيبان الكذب يبان لما حاجات زي كده بتحصل بيبان. ده بس احنا عرفنا ازاي ان قالها الحسن نصر الله وايران اللي وصلوا له عرفوا ما في جواسيس وفي تنصت يعني اللي وصلوا للشقه دي واللي وصلوهم لمكانه واللي وصلوهم ده في ناس بتتهم حزب الله نفسه انه ضحى بيه لانه عرف معلومات كثيره. يعني ممكن يكون عنصر من حزب الله اللي بلغ عن وجوده ده موجود في منطقه حزب الله. يعني في واحد جاسوس دقيق جدا قال لهم موجود الان في المكان ده في المكان ده وبالتالي اللي وصلهم لكده وصلهم اللي ان هو كذا وكان رايح يقابل حسن نصر الله. كان قبل ساعات من مقابلته لحسن نصر الله وحسن نصر الله في خطابه امبارح ذكر سيرته واتكلم عنه عن عمله عن طريقه تعامله مع الاخرين وتعامله مع القضيه وتبنيه لفكره الجهاد يعني واحد كان عارفه يعني طبعا كان كسب يعني طبعا, طبعًا. ده عايش معاهم وسط بيروت المجموعه بتوع حماس بتوع ب... المجموعه بتوع قيادات حماس غازي حمد واسامه حمدان والعروري ده اللي هو اهمهم دول تنسيق بين حزب الله وايران وبين حماس فبالتالي دول قيادات بالذات العروري كان عسكري لانه مساهم العروري ده كان مساهم في قتاء تاسيس كتائب عز الدين القسام اللي هي الجناح العسكري لحماس يعني مش حاجه قليله يعني احنا قدام حاجات كتير من الناس يعني انطلقت الاغتيالات فهتوصل لحاجات كتيره وكل اللي شارك في 7 اكتوبر هيدفع الثمن اعتقد ان الرد الفعل المصري والحمساوي انهم جمدوا المفاوضات وده على فكره هيخفف على الحكومه الاسرائيليه عبء مطارده اهل المحتجزين لانهم بيطاردوهم لازم تاخدوا وقف لازم تاخدوا الحكومه المصريه مش الاسرائيليه مش عاوزه هدنه الحكومه المصريه وحماس خففوا عنهم هذا عبء داخل اسرائيل وبالتالي تستمر الحرب انا بقول لك اللي حصل في سنة 72 اللي كان مسؤول عنها على فكرة اسمه علي حسن سلامة وده جوز كان جوز جورجينا رزق اللي هي متجوزة المطرب وليد توفيق دلوقتي ومخلفة منه ولد بعد ما عمل عملية حاولوا يقتلوه سنة 73 وأخطأ وقتل واحد مغربي فضلوا وراه لما قتلوه سنة 79 وبعدين طبعا بيقتلوا الاغتيالات الإسرائيلية بيقتلوا المتورط الحقيقي في تهديد امن اسرائيل او قتل اسرائيليين يعني ما عندهمش عواطف مش واحد ممكن يهلهل زي عبد البر عطوان مثلا ولا بتاع ما عملوش دعوه طالما مش متورط في تهديد امن اسرائيل تهديد واضح او متورط تورط في قتل اسرائيليين ما بيت عندهم استراتيجيه شديده الوضوح مش مش بتوع عواطف هم مثلا قتلوا محمود المبحوح في الامارات في سنه 2010 ده كان متورط في قتل اثنين اسرائيليين وكان ايضا رايح جاي من ايران عشان عامل صفقه اسلحه لحماس من ايران فقتلوه في دبي العالم العالم الايراني عالم النووي الايراني الشهير اللي هو محسن فخري زاده قتلوه في سنه 2020 وقتلوه في قلب طهران قلب طهران ده بيأكد ان الاسرائيليين مخترقين اعماق الدول العربيه واعماق طهران يعني مخترقين اماكن مش بس عبر شبكة جواسيس عبر التجسس بأقمار صناعية وطائرات استطلاع وغير ذلك مخترقين الدول العربية ما فيش حد بعيد يعني كان في واحد حاطط نكتة أمير قطر السابق بيقول خالد مش على ابعد عني انت واسماعيل هنية دلوقتي مش عاوز اشوف شكلكم تبقى جنبي ما تقفوش جنبي في اي مكان واخد بالك فبالتالي في كمان حصل قتلوا محمود الزاوي في تونس اللي هو مهندس تونسي كان عضو في حماس ما, ما, ما اخوان مسلمين وحماس كان مسؤول قتلوه في تونس في صفاقس تونس عشان كان هو مهندس الطائرات المسيره بتاعه حماس فتح الشقاقي اللي قتلوه سنه 1995 كان جاي من ملطة الى ليبيا رايح ليبيا عشان اسلحه وده مؤسس الجهاد الاسلامي في غزه فتحي الشقاقي بيقولوا مهندس فتحي الشقاقي احمد ياسين مؤسس حركه حماس هو والرنتيسي اختلوهم ايضا عبد العزيز الرنتيسي اختلتهم برضه اسرائيل خليل الوزير ابو اياد اختلته سنه 88 فكل كل من تورط في قتل اسرائيليين بطريقه ارهابيه او يهدد امن اسرائيل بطريقه واضحه جدا جدا فهذا اسرائيل بتسعى لاغتياله وإسرائيل يعني لكن حاجة. مع ذلك إسرائيل يعني كان في فشل ذريع مخابراتي آه لتفادي حدوث آه 7 أكتوبر نفسها أكيد يعني طبعا فشل مخابراتي رهيب وتراخي رهيب آه. وكانوا متصورين ونجحت حماس في خداعهم فعلا آه بأنها أنها مش 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 ضد التصعيد وأنها استرخت وكده ونجحت يعني عملت تكتيك ناجح والإسرائيل كانوا مسترخين مفيش 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 جهاز مخابرات ناجح طول الوقت كل اجهزه المخابرات لها اخفاقات ولها نجاحات والجهاز الاسرائيلي جهاز خطير جدا جدا وناجح بشكل كبير قوي 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 قد يهبط قد يفشل في حاجات ولكن طبعا هو جهاز بلا شك جهاز خطير انا في حسن نصر الله مبارح. في خطابه امبارح بلاش هو قبل كده كان بيقول يعني ان اي تعرض لاي شخص سوري او لبناني او من حزب الله او ايراني في على ارض لبنان ستكون له توابعه يعني امبارح أم غير امبارح غير لاحظ أم كلامه لاحظ كلامه قال لما تهاجم اسرائيل لبنان رمى الكره في ملعب اسرائيل ادى لنفسه مخرج تاني بحيث ان هو ادى لنفسه مخرج دلوقتي. تاني تمام لانه جاي له اوامر من ايران مش عاوزين حرب مش عاوزين ندمر ايران مش عاوزين ندمر ايران فلحس الموضوع وقال وبعدين اللبنانيين دلوقتي بيتكلموا آه لما طلع رئيس الوزراء اللبناني وقال انتهاك لسيادة لبنانيين مسيحيين نفسهم ردوا عليه قالوا انت بتتكلم ازاي ده واحد بيخطط لعمليات هجومية داخل اسرائيل وكان جزء من تكتيك 7 اكتوبر من على ارض لبنان هذا حق دولي لاسرائيل وامريكا طلع المتحدث باسم مجلس الامن القومي قال هذا حق دولي لاسرائيل هذا حق اساسي في الدفاع عن النفس ولكن نطالبهم بمراعاه القانون الدولي لكن هذا حق لهم وبالتالي لم يستنكر هذه العمليه بل العكس ان واحد خطط خطط من دولة ما القاعدة خططت للهجوم على أمريكا من أفغانستان ومجلس الأمن إدى لأمريكا الحق في الدخول في حرب ضد افغانستان نتيجه ميثاق الامم المتحده الذي يكفل الدفاع عن النفس. ده اكيد ويوم 11 سبتمبر كانت الطائرات الحربيه الالمانيه بتحلق فوق سماء نيويورك للدفاع عنها يعني وده كان وضع غريب جدا يعني المانيا اللي كانت عدو امريكا في الحرب العالميه الثانيه الوضع تغير وتطور بسرعه رهيبه لا. بعد 11 سبتمبر لكن برضه أنا عايز أرجع لحسن نصر الله وتغيير كلامه أو موضوع التهدئة وأنا شفت خطابه إمبارح حتى اللهجة بتاعته كانت شبه مستأنسة يعني طبعًا آه ما فيهاش لغة العند لسه فيها الخطابة بتاعة الجمعة ولسه فيها ال, ال... ال... الصياغه الحياه اكل عليها الزمان وشرب اللي هو اعاده التوصيف والصفات والمبالغه والبلاغه وهكذا يعني المط في الكلام لكن بيتكلم بهدوء خالص وبلغه لم تكن تصعيديه او تهديديه وتاني حاجة اللي بيخلينا نفكر زي ما انت قلت دوت ان ايران بتقول له لا احنا مخليينك للحرب الاخيرة ودوت في محللين حتى هنا في امريكا بيقولوا ان ايران محافظه على حزب الله انه يكون سلاحها الاخير في حاله الهجوم عليها شخصيا. هل ده يعني رايك هذا. ام حزب الله قرر انه يحافظ على علاقته مع اسرائيل للهدنه اللي هو عملها معاها وانه هو مش عايز يخش في حرب مش بتاعته. انا يمكن من 15 سنه على الاقل قلت هذا الراي ان م. حزب الله هو مخزنينه لحرباً واسعه مع ايران في المنطقه سيكون حزب الله سيدخل بكل قوته حتى لو بخلاف ذلك حتى هو 2006 تسرع وخطف عده جنود اسرائيليين وتسبب في حرب ما كانش ايران عايزه هذا الحرب بهذا الموضوع هم مخزنينه لحربنا احنا بنغذيك من سنه 82 وبنمولك وبنسلحك ونعملك علشان احنا علشان تبقى باك بون لينا في حته معينه مش وعشان تستولي على لبنان طبعا لصالح الحل الحلف الشيعي ولكن ايضا م م مش عاوزينك تتورط في الشيء فبالتالي مفتاح حزب الله هو آه مع آه ولايه الفقيه ولعلمك علمك الراجل العروري ده دلوقتي طلعوا له حديث بالصوت والصوره بيتكلم بيقول عن من زمان علاقته بايران الامام الخميني هو عمر ابن عبد العزيز العصر شوف عمر ابن عبد العزيز ده من ال... بيسموه سادس الخلفاء الراشدين سادس الخلفاء او سادس هو يعتبر سادس أه. سادس الخلفاء الراشدين علشان بيقولوا تقواه ومش عارف ايه عمر بن عبد العزيز. ومات مسموم على فكره سموه الامويين سموه الامويين <applause> يعني مع هذا اهله سموه وبالتالي عمر عبد النبي يقول لك هو عمر عبد العزيز العصر يعني عادوا الى رمز سني كبير فبالتالي العروري ده طبعا يعني ودي أنا عايز اسالك فيها سؤال يعني جانبي او مش جانبي يعني هل اممت ايران القضيه الفلسطينيه؟ ده اكتر من كده اممت ايران القضيه الفلسطينيه باكتر من كده بكتير اممت ايران اصلا انت الصحوه الاسلاميه السنيه بدات تخف... ترجع لورا والسعوديه لقتها انها كارثه فانت عندك صحوتين صحوه الشيعيه سنه 79 والصحوه السنيه اللي بدات قبل الشيعيه وتغذت على على الصحوه الثوره الاسلاميه في ايران لما الصحوه الاسلاميه السنيه بدات تهبط ولما انظمه كثيره في الشرق الاوسط وجدت ان الاخوان المسلمين خطرا حقيقيا على انظمتهم وبالتالي تعاونهم مع حماس خف مين اللي بيتبناهم حاليا هي ايران الجهاد الاسلامي ومنظمه حماس والمنظمات المتطرفه الاسلاميه متبنيها ايران وبالتالي إيران انا قلت ان غزه بيقولوا ان ايران سيطرت على اربع عواصم عربيه قلت لهم كمان دويله غزه يعني دويله غزه دلوقتي تابعه لايران تابعه لايران ومن ثم ومن ثم نعم ايران عمليا سيطرت على المجموعه المتطرفه في الفلسطينيين سيطرت عمليا على المجموعه المتطرفه في, في, في من الفلسطينيين ومن ثم بقى لها اليد الطوله على القضيه الفلسطينيه هل هل ذا سؤال مركب هل ذلك في صالح القضيه الفلسطينيه ام هو في صالح الانظمه العربيه وبيخلي ايديها من مهمه الدفاع والتصدي للقضيه الفلسطينيه ويمكن يمهد لهم زي ما بتعمل الامارات والسعوديه ودول الخليج في التطبيع مع اسرائيل وعمل معاهده ابراهام والتخلي عن فكره اه لا انت عندكم ايران بقى خليكم معاها آه احنا رفعنا ايدا من الموضوع هنشوف مستقبلنا الاقتصادي ومستقبل آه شعوبنا وتنميتهم يعني هذا السؤال لوحده ياخد حلقه كامله بتفصيلاته بكل دوله لان كل دوله لها ظرف مختلف لكن دخول ايران هو بيخرب القضيه الفلسطينيه ده مؤكد بيخرب القضيه الفلسطينيه الاسلاميون خربوا كل شيء كل شيء من امين الحسيني سنه 1937 اللي رفض التقسيم بتاع الانتداب البريطاني وكان مدينهم معظم الارض للفلسطينيين امين الحسيني الاسلامي الاخواني سنه 37 لبرضه امين الحسيني سنه 48 وبدل ما انحاز للسلام وياخد ارض راح انحاز لهتلر وراح تعاون مع هتلر سنه 48 نفس الكلام رفضوا 47 التقسيم امين الحسيني خلي بالك اسلاميين لحد احمد ياسين مؤسس حركه حماس وفتح الشقاقي اللي قالوا لا يوجد حل الا بالجهاد الاسلامي وبتدمير اسرائيل هؤلاء الناس دمروا اسرائيل عارف حماس طالبه ايه بالامس حماس طالبه ان احنا نفرج عن كل الرهائن بشرطين تخرج اسرائيل من غزه وتوقف الحرب طب وما كانش في حرب واسرائيل ما كانش في غزه اساسا يعني انتوا يعني انتوا دلوقتي بتطلبوا بعد 83 يوم من الحرب أه؟ وعشرات الاف آه مش هنقول الرقم ما نعرفش الرقم بالظبط على الاقل يعني 20000 يعني يعني الاف من الطرفين اتقتلوا طالبين ان اسرائيل تطلع من غزه وان اسرائيل توقف الحرب ونسيب لكم الرهائن <applause> طب ما... انتوا بدون الافراج عن عن أسر... اسره المثلين... يعني معناها بتطالب ب بي... ما قبل 7 أكتوبر طبعا مش هيحصلوا على هذا لأن ما قام به غير المنطقة غير كل شيء والقادم أسوأ هن القادم أسوأ بعد ما حصلت الاغتيالات دي اللي انت شايفها دي القادم م. أسوأ لأن العنف بيولد عنف والكلام ده فمش حاجة سهلة أه، طيب برضو بالنسبة للدول العربية هل تدخل ايران والهايجاك اللي عملته على القضيه بيساعدها ويحرر طبعاً. إليها ولا بي... بي... طبعًا. بيساعدها انتوا ياخد... مش اخترتوا ايران مع السلامه مبروك عليكم ايران مش اخترتوا ايران مبروك عليكم لكن على في مصر المصر. يعني التصدر للقضيه لا كان في... آه. مصر دي حاله خاصه مصر دي متطرفه تطرف غير عادي هي اصلا هي متطرفه تطرف اسلامي غير عادي التطرف الاسلامي هو اكبر جذور للتطرف الاسلامي السني موجوده من مصر وخارجه من مصر وحسن البنا طالع من مين والظواهر طالع من مين مم. وعمر عبد الرحمن طالع من مين والقرضاوي طالع من مين اشعلوا المنطقة كلها والشعراوي طالع من مين فانت ما اتكلمنيش عن مصر ده مصر دي حاله خاصه محتاجه دراسه خاصه لان التطرف الديني فيها عميق ومتجذر ولكن على الاقل دول الخليج حاليا بتخفف لكن التصدر للقضيه الفلسطينيه كان من قبل التطرف الديني او لا ده الديني ده في اصلا يعني. اصلا ليه دول الخليج راحت للتطبيع اساسا مش عشان ايران اساسا لمواجهه ايران وايران دي مش متحالفه مع حماس وهم عارفين كده متخلين عن حماس من سنوات حتى قبل التطبيع لما لقوها اترمت في احضان ايران وبالتالي وجود ايران في المشهد هو اللي دفع دول الخليج الى التطبيع في مواجهه ايران وهو اللي دفع دول الخليج انها تتخلى بشكل كبير عن دعم حماس تحديدا وهو اللي دفع كمان ان هم يقولوا نشوف مصالحنا بعيد عن الخراب ده الناس دي مش عاوزه الا الخراب احنا ليه نشارككم في الخراب نشارككم ليه في مشروع خراب الموضوع مهما الواحد ادعى معرفته بالقضيه الفلسطينيه وتشابك الاوضاع السياسيه في المنطقه من 48 حتى الان لان دي حاجه احنا يعني ايه اتولدنا وعشنا وشبابنا فيها يعني لكن ان واحد برضه مش قادر يتفهم الوضع ايران الدوله الشيعيه تتبنى حماس اللي هي جزء او تفريعه من الاخوان المسلمين السنيه يحصل تفجير في ايران في في ظل هذا الظرف اللي ايران بتواجه فيه امريكا واسرائيل وخطر يكاد يكون وجود عليها والتفجير اللي يروح ضحيته اكثر من 100 نفر يكون السبب فيه داعش اللي هي منظمه ارهابيه اسلاميه سنيه. آه لو واحد زيك كده محلل سياسي ويحاول يحط الصوره ديت وهو بيرسمها ملهاش معنى. لا لها معنى. لها معنى. لها معنى اولا لها معنى واضح طبعا ان تحالف الثوره الاسلاميه مع مع ايران الثوره الاسلاميه الايرانيه مع الاخوان المسلمين لا ده موجود من زمان موجود من زمان حتى احد المؤلفين لما حد حب يعمل كتاب يجمع تعريف الحكومه الاسلاميه اللي كتبه كتاب الحكومه الاسلاميه اللي كتبه الخميني واللي كتبه حسن البنا واللي كتبه ابو الاعلى المودودي في باكستان جمعهم في كتاب واحد هو هو متشابهين هم هم دول عاوزين خلافه ودول عاوزين خلافه دول خلافه ده بيقول لك انا خلافه شيعيه الامام المهدي المنتظر أيجي انا وكيل المهدي المنتظر ودول عاوزين خلافه سنيه على نهج النبوه يعني الاثنين عاوزين اسلامه الصراع الاثنين عايزين اسلامه الشرق الاوسط حتى بعد ما قام الربيع العربي قالت ايران ان ده موحي من الثوره الاسلاميه وكان عاوزين يقسموا المنطقه ما بين شرق اوسط اسلامي سني وشرق اوسط اسلامي شيعي ويبقى شرق اوسط اسلامي غاضب راديكالي متفجر مخرب من كل شيء بيتقسم بين ولايه الفقيه وبين الاخوان المسلمين وبالتالي لا ده هم بيشتغلوا على ارضيه واحده ما فيش خلاف في هذه الارضيه اما موضوع داعش الاخير ده دا فمحتاج لتوقيته توقيته لا 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 محتاج لا محتاج محتاج هو هم عندهم طار مع قاسم سليمان قاسم سليماني, سليماني بيعتبروه ان هو دارق. قتل مئات الالاف من السنه من السنه مم. وبالتالي وهو اللي شكل الحشد الشعبي ضد داعش وبالتالي عندهم طار معه من الناحيه الثانيه ده واحد كتب حاجه لطيفه بيقول لك ان اتشوى مرتين شواته الطيارات الامريكيه وشواه وهو ميت عظمه اتشوى بالامس في التفجيرات حوالين اختاروا مم. ذكراه وفي مقر مدفنه وفجروا الناس دي في المكان ده وكانه وكانه تم اغتياله مرتين مره من الامريكان ومره من السنه داعش امم حاله تخبط ومفيش حد عارف مين العدو ومين الصديق او مين اللي بيقف في نفس الخندق العنف والتطرف يوصلوا لكده امم ده, ده, ده صحيح آه انت في لقاء امبارح كنت بتتكلم مع واحد عميد من الحوثيين في اليمن في على قناه يعني ثالثه ومداخلتك كانت قويه جدا يعني الحقيقه عجبتني وقلت ان العالم الحر او مش ممكن 193 دوله تسيب مجموعه ارهابيه الحسين اي مجموعه نعم. يعني تتحكم في باب المندب وتهدد التجاره العالميه والسفن الشحن وكذا وتسبب في تضخم عالمي في عالم واقع اصلا تحت ضغط جديد اقتصادي بعد حرب اوكرانيا وحرب غزة وخروجه من الكورونا وهكذا ففي حالة توتر شديد لن يسمح, لن يسمح للحسين بذلك نعم. هل, هل, بنفس المنطق تعتقد أن إسرائيل وأمريكا ستترك هذه الفرصة دون محاولة معاقبة حزب الله أو حتى تخلص منه إلى حد ما بتأجيل التقدم بتاعه أو تقليم أظافر إيران بهذا الشكل وجود جيوش على الأرض وحملات سفن أمريكية في المنطقة وتهيؤ عام في الرأي العام العالمي لعملية زي كده هل يمكن تغطيه لمنع فكرة توسيع الصراع؟ لا طبعاً أمريكا ضد توسيع الصراع، أمريكا ضد توسيع الصراع تماما وضد حرب ضد الكلام. توسيع الصراع حاليا لكن آه دا بعد دا بعد آه إنهاء موضوع دائما في النزاعات اللي زي كده كل الاحتمالات مفتوحة، في فرق ما بين كل الاحتمالات مفتوحة وما بين رغبة الأطراف في الحرب، أنا تصوري أن لا إيران ولا حزب الله عاوزين حرب كبيرة، لا الولايات المتحدة الأمريكية عايزة حرب كبيرة، ممكن تكون إسرائيل عايزة حرب كبيرة تتخلص من كل أعدائها مرة واحدة ولكن لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا إيران ولا حزب الله عاوزين حرب كبيرة أما موضوع الحسين تبي التجارة العالمية أساسا وبالأمس 12 دولة غربية أصدرت بيان حاد ان هنضربكوا، هنضربكم ضرب قوي لو استمريتوا النهاردة مجلس الأمن سيجتمع وبالتالي واخدين المسألة لأن تتعلق بأمن العالم أمن الغذاء للعالم والتضخم والاقتصاد العالمي هذه مسألة ما فيهاش هزار ولا ولن وهم قاموا حاليا لحد الان ب 25 عمليه ارهابيه قدسيه وبالتالي آه قرصنة وبالتالي لا آه لابد أن ي... وطبعا بيعملوها لصالح إيران حتى حتى شعارهم هو شعار إيراني الموت الإسرائيلي الموت الأمريكا اللعنة على اليهود شوفوا العنصرية اللعنة على اليهود النصر الإسلام هذا شعار الحسين وبالتالي هم جزء من أدوات إيران ولكن في حدود أيضا سيعلمون ذلك جيدا لأن أمريكا منذ يومين قتلت عشرة منهم ودمرت ثلاث زوارق ومستعدين الامريكان والغربيين ياخدوا اتجاه, اقوى لكن مش عاوزين حرب مع الحسين ايضا لان مش مش مستاهله عدو صغير ما يستاهلش حرب انا في بدايه الحرب كتبت ان ان يبدو ان ايران قررت تخلص من الحاهات الثلاثه حزب الله حماس والحوثيين في نفس الوقت لانهم بتعرضهم لموقف ممكن يقلب عليهم كل القوى العالميه فهي ايران ممكن تكون بتفكر تتخلص من هذا الحمل عليها لا لا أبداً, ابدا ايران تتخلص ده, ده, ده دول لا. ادوات ايران اساسا في الحرب الكبرى دول م... ايران طبعا ده, ده هي بتغذي فيهم وتربي فيهم عشان لكن على الاقل هتخسر حماس والحوثيين لا ما ما تشتخ ولا الحسين هينتهي الحسين هيسكتوا هتقول لهم اسكتوا و... وهينتهي الحسين قريب من من القرصانه دي بتاعتهم هتقف و... و... وحزب الله مهدي اهو حماس طبعا عشان مواجهه حاده مع اسرائيل ولانها قامت بعمليه كبرى فبالتالي ايران لا تستطيع ان تدافع عن بقائها آه، توماس فريدمان اللي انت تعرفه وقعدت معه هم. اعتقد آه، اه. آه قال ان هو آه، امريكا لها اثنين حاملات طائرات في المنطقه آه، ايران لها ثلاثه الحوثيين وحزب الله وحماس وكما امريكا تستخدم حملات الطائرات بتاعتها للردع ايران تستخدم، تستخدمهم ايضا يعني ف ففف... في احتمال يكون فيه حالة رضاء عالمي للتخلص من حل مشكلة لبنان مرة أخيرة صعب 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 م. لأن ده لن يتم إلا بحرب كبرى التخلص من كل الميليشيات والأزرع والأزرع في في دلوقتي في كمان في العراق الحجز الشعبي فلا هي مش هيقدر التخلص من كل ده إلا بحرب كبرى إقليمية م. كبرى والعالم الغربي غير مستعد لهذه الحرب وغير راغب فيها أساساً مش عارف كان في وزير اسرائيلي في اليومين اللي فاتوا طالب امريكا بانها تعمل حركه ضد ايران سواء حرب مباشره او مش بالضروره حرب مباشره مساعده المنظمات الداخليه التوترات الداخليه المظاهرات وهكذا يعني ما ما يعني على على اراء الوزراء الاسرائيليين لان الوزراء الاسرائيليين انا بقول لك من زمان قوي 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 السعوديه واسرائيل تدفعان الى مواجهه مباشره بين الولايات المتحده الامريكيه وبين ايران وامريكا تتجنب ذلك لانها دفعت ثمنا اقتصاديا باهظا في حربي العراق وافغانستان و ده جميل. ممكن يكون الموقف السعودي قديما لكن حديثا لا السعودي السعوديه في تقارب اللي دخلوا سوا مع السعودي في الاخر 15 سنه كان يدفع دفعا امريكا لحرب مع ايران وفشل فبالتالي م -م. آه وفعل بندر بن سلمان في واشنطن الكثير لاقامه لوبي دعم حرب امريكا على ايران وفشل في ذلك ومن ثم لا لا امريكا لا ترغب في هذه الحرب حاليا م -م. حتى في سنه انتخابات لا ده بالعكس ده هو م -م. سنه انتخابات مش عاوزين ده هم قالوا للاسرائيليين خلصوا العمليه بسرعه قبل ما تسخن الانتخابات وما تكونش موضوع م -م. آه يعني خلافي في المناظرات وكده اه فهيكون لان ده حاجه ما حدش هيقدر يتجنبها الجزء الثاني من الحلقه وهي فكره الصهاينه العرب نعم كان في حد كان كتب بوست او نشر ليسته يعني انا عندي هنا انزله في الصوره الحقيقه معرفتش منهم الا انت والاخ رشيد ووائل غنيم يمكن اثنين ثلاثه تاني آه، طيب بصفتك انت اكبر هؤلاء آه الصهاينه 100 وعظمهم مجد خليل طيب. <تصفيق> <تصفيق> على راي منصور مقبوله 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 آه ما, ما ما من وراء آه هذا الـ الـ هذه الليسته يعني من وضح يعني اول حاجه الليست دي انا عاوز اقول لك حاجه على الليست دي الليست دي احيانا تطلعها المنظمات الارهابيه نفسها يعني المنظمات الارهابيه نفسها بتطلعها واحيانا تطلعها اجهزه مخابرات عايزه تنتقم من ناس معينه وتعمل حاجه معينه تطلع تطلع لست تطلع لست باسم باسم منظمات ارهابيه اجهزه امن واجهزه مخابرات احيانا يقوم بها عضو عضو من المنظمه بدون الرجوع الى المنظمه نفسها انا بقول لك المنظمه نفسها ممكن تعملها وممكن عضو منها يعملها ممكن ممكن تكون جهه معاديه لجهه تعملها يعني مثلا الجزيره متغاظه من سكاي نيوز تطلع لسته وتحط فيها سكاي نيوز. يعني كنوع من المعاداة ممكن يكون عدو في المنظمة ممكن يكون عدو عادي جداً إنسان عادي جداً بيعملها من غير يعني حتى ليس عدواً في المنظمة لأسباب تتعلق بإنه هو عاوز يسند هذه المنظمة فبالتالي مستويات الليست دي والقوائم دي ممكن تطلع من كل لكن هذه الليسته تحديداً طلعت من عدو ناشط في حماس عضو ناشط في حماس اسمه خالد صافي أنت لو دخلت على موقع على تويتر يقول لك لا يعنيني أن أنا أموت من أجل أفكاري ولكن يعنيني أن أموت من أجل إسلامي هو ده اللي يهمني ولا يعنيني أفكاري دي ف... فبالتالي هذه هذه الليسته اتنشرت لأول مرة على أنا شفت اللي كاتبه اسمه خالد الصافي دوت غير مستعد أن أموت من أجل أفكاري لأنها قد تكون خاطئة ولكني مستعد للموت من أجل إسلامي لأنه موقن لأني موقن أنه الحق هو اه هو متطرف جدا عدوى رسمي في حماس عدو رسمي في حماس آه آه وهذا آه الرجل يعيش في تركيا وهو اول واحد نشر هذه نشرها في الاول لسته مصغره 81 اسم وبعدين نشرها آه لسته بالصور والكده اللي انت عرضتها دي 103 اسم وطبعا يعني لهم اهداف ان يشيطنوا الناس ويعرضوهم للخطر وارهاب وتخويف الاخرين بيخوفوا الناس بيخوفوا الناس الثانيه عشان عشان ارهاب وارعاب للبشر انهم يقتربوا من إن هم ينتقدوا حماس وبالتالي طبعا مفهوم اهدافهم وفي النهايه ممكن يدعو تكون اشاره يعني سيجنال كده انه ياذوا شخصيات معينه تكون سيم زي ما بيقولوه بين بينهم ان هم ياذوا شخصيات معينه هو اللي لفت نظر اللي هو الكلمه اللي كاتبها يعني واحد بالفكر دوت واخد 218 الف فولورز يعني انت لو شلت يعني ممكن اي واحد يكتب غير مستعد أنا اموت من اجل افكاري لكن مستعد ان اموت من اجل مسيحياتي بوذياتي الحادياتي زي ما يحب لان اي حد مقتنع بحاجه وبيؤمن بيها يقدر يشيل الاسلام ويحطها <applause> وهو الاسلام والمساحات ما هو مجموعة أفكار ومنظومة فكرية أنت بتتبناها وتؤمن بيها فكونك أنك أنت من أجل اسلامك طب ما هو دوت برضه مجموعة أفكار آه يعني آه كلمة بلهاء الحقيقة في نظري طبعا آه ومع ذلك آه قدر ينشر لائحة بهذه الأسماء لكن لا بالتاكيد وقت... بالتاكيد وراه وراها يعني وراها حاجه يعني وراها مجموعه منظمه وراه جهه معينه ما هو حما... هو عدو عدو رسمي في حماس فبالتالي ممكن يكون تشاور مع اعضاء منظمه ممكن يكون بعتها لحد كبير في المنظمه يراجعها لكن ما نعرفه ان هو واحد تاني من حماس ايضا نشروها في نفس الوقت اثنين من حماس نشروها في نفس الوقت وبالتالي معناها وراها جهد جماعي مفهوم كلمة الصهيونية هل تغير من بدايته حتى الآن؟ لأنه هو دلوقتي أعتقد بيشير لأي واحد معيد لإسرائيل يعني. نعم نعم هم هم يعني أنا اطلعت على ثلاث مقالات كبيرة اتنشرت في الجزيرة وموقع إخواني اسمه عربي 21 وموقع العرب يعني طلعت على تعريفهم للصهيونية يعني إيه تعريفهم للصهيونية؟ يعني مثلا واحد كاتب اخواني كبير واكاديمي يقول كل من يعترف بشرعيه اسرائيل وحقها القانوني والتاريخي في هذه الارض هو صهيوني يتبنى ويعتنق الايديولوجيه الصهيونيه ده, ده واحد كتب كده يعني انت اللي اعترفت باسرائيل انها لها حق قانوني وتاريخي في هذه الارض فانت صهيوني تتبنى الايديولوجيه الصهيونيه واحد تاني كتب وكلهم على فكره واحد تونسي اكاديمي تونسي واحد مصري واحد من حمساوي يعني ثلاثه يبينوا الاتجاهات كلها في الشرق الاوسط وكلهم اخوان مسلمين واحد كتب كل من يؤمن بمفاوضات السلام وباتفاقيات اسلو هو صهيوني ده اتجاه واحد ثالث كتب كل من يؤمن بالتطبيع مثل الخليج هي صهيونيه وبالتالي هم شايفين ده تعريف ده, ده دي, دي مقتطفات من ثلاث مقالات لثلاث شخصيات معروفه آه في في على موقع الجزيرة وعلى موقع إخواني عربي 21 وعلى موقع آه جريدة عربية العربي وهي قطرية أيضا آه اللي في لندن وبالتالي بتبين الاتجاهات بتاعتهم لكن أنا أنا لخصت هم يعني إيه يقصدوا بصهيوني من يعادي المقاومة وحماس هو صهيوني يعني إيه اللي أنت لو عاديت المقاومة انتقدتها مجرد انتقدت طريقة حماس فأنت صهيوني أنت صهيوني من حتى لو مع القضيه الفلسطينيه والحق حتى الفلسطيني لو ولكن مع لك اللي... او اتهمتها ت... بانها منظمه ارهابيه خارجه عن القانون الدولي نعم فأنت انت صهيوني انت آه. صهيوني لما احلل لك الليسته تعرف كده يعني تعرف الاتجاهات بتاعتها م... من يصف حماس انها منظمه ارهابيه هو صهيوني ايضا من لا يوافق من لا يوافق على اسلمه هذا الصراع فهو صهيوني من لا يقبل الرواية الإسلامية عن الصراع العربي الإسرائيلي الفلسطيني فهو أيضا صهيوني من يعترف بوجود إسرائيل هو صهيوني أي شخص يدعو للسلام أي شخص يدعو للسلام أو التطبيع بيعتبروه صهيوني حتى دعاة الحياد دعاة الحياد يقولوا نحن محايدين يقول لك دول بيخونوا القضية دعاة الحياد نفسه بيعتبروهم صهاينه ويخونون قضيه العرب الاولى وقضيه المسلمين الاولى ويخونون الاقصى ويخونون القدس يبقى تعريف صهيوني ده يعني اي حد اي حد عنده يعني اي حد بمعنى اصح لا يؤمن بازاله اسرائيل فهو صهيوني في وجهه نظره في الحاله ديت ما سبب اتهامك انت شخصيا لا ما انا هقول لك لما انت لو شفت لو شفت الليسته هقول لك الليسته هقول لك ازاي ما إيه؟ نبدا بيك أنا... صاحب القعده بقى لا بقى لا ما انا خليني اقول لك ليه ليه اتهموني ليه انا شخصيا طبعا في ثلاث في الليسته دي هتلاقي ثلاث ثلاث تلات ثلاثه تلات جروبز في الليسته دي في الليسته دي اللي هي 105 واحد دول فيها ثلاثه جروب جروب واحد كل مجموعه بتنتقد حماس ما مجرد بتنتقد حماس ما بتقربش من اسرائيل ولا بت... أي حرب اسرائيل ولا 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 ولا, ولا المجموعة الثانية بيعادون حماس يعني يقولوا حماس دي منظمة إرهابية ونحن بنعاديها وبرضه ما بيقربوش من إسرائيل يعني الأولانيين بمجرد بينتقدوا حماس التانيين بيعادوا حماس والمجموعة الثالثة اللي أنا أنتمي إليها يدعمون إسرائيل في حق الوجود وفي حق الدفاع عن النفس فبالتالي أنا بدعم حق إسرائيل في الوجود حق اسرائيل كدوله في الامم المتحده حق اسرائيل معترف بها 163 دوله في العالم على فكره بيعتبروا ال 163 دوله في العالم بتؤيد الصهيونيه حق هذا الحق اللي انا بدافع عنه من سنوات طويله ودافع عن السلام وحق في السلام والتطبيع اللي بدافع عنه من اكثر من 30 سنه لكن دولة. هل تدافع عن حق الفلسطينيين في الوجود وحياه كريمه طبعا اكيد اكيد بدافع عن حق الفلسطينيين في الوجود وفي حياة كريمة ولكنهم لا يمارسوا العنف ويلتزموا بالسلام تماما تماما ولا يقومون بأي عملية إرهابية أو هجومية على إسرائيل وفي حالة القيام يستحقون رد فعل قاسي نعم أنا بؤمن بحق الفلسطينيين طبعا بالتأكيد لكن, لكن كل منظمة ولا كل دولة تحت احتلال لها, لها احتلال كروب احتلال معينة تقدر تلعب لا بيها لا لا, عن 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 لا, لا, لا يعني خلينا نتكلم تعريف الاحتلال احنا انا قلت كتير قوي مختلف عليه يعني ده ده, ده هم هجموا على على صحراء النقب دي اللي هم يسموه غلاف غزه ده ده صحراء النقب ده من سنه 46 الحاجات دي يعني هم هجموا على مستوطنات من سنه 46 ما لاش علاقه بالاحتلال النهائي ما لاش علاقه اصلا بالمناطق بال 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 المتنازع عليها النزاع على الارض اللي هو ده اللي تعريف القضيه الفلسطينيه وبالتالي ما كانش فيه اللي هم عاوزين يزيلوا اسرائيل وبالتالي دول ثلاث مجموعات علشان انا طبعا بنتمي للمجموعه اللي بتدافع عن لا الحق في الوجود اسرائيل فده ده انا لا انكره ابدا 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 ان ان انا بقول ان انا بعترف وحق اسرائيل في الوجود ده حق حق بالنسبه لي زي حق اي دوله في الوجود وحقها في الدفاع عن النفس اديك شايف حزب الله والحوثيين وحماس و... ومش عارف ايه و والحشد الشعبي كل ده هيج على اسرائيل وبيحاول يقتل ويعمل ويرسل الصواريخ طب يبقى لا حق الدفاع عن النفس احنا ما نختلفش طب اقول لك حاجه لكن أو... لو انت بتنظر طب هقول لك حاجه تحسم الموضوع الحرب اللي احنا فيها دي الحرب اللي احنا فيها اول حاجه هذه حرب يعني لازم نعترف عشان تعرف بقى الموقع موقعك من الحرب دي ايه عشان توصف موقف موقعكم الحرب اولا هي حرب وجوديه اعلنت حماس انها في حاله حرب وجوديه مع اسرائيل حرب وجوديه وقالت من اليوم الاول ان احنا عاوزين ننهي اسرائيل واسرائيل ايضا ردت بانها حرب وجوديه ما قالتش ضد الفلسطينيين قالت ضد حماس شوف الفرق بين الاثنين اللغتين اسرائيل قالت انها حرب وجوديه ضد حماس وحماس قالت انها حرب وجوديه ضد اسرائيل نفسها فانت تعرف الفرق لكن ده 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 سذاجه سياسيه في التعامل يعني دعوه بقى سذاجه ما هو بينفذوا ما هو بينشروا هذه الافكار وبيؤمنوا بيها لا مش سذاجه ده اجنده في فرق بين الشيء ده ميثاقهم بيقول كده سذاجه ايه؟ لكن انا اقصد اقصد يعني لما اسرائيل تقول لك نحن ضد حماس بس تقتل ألف فلسطيني يا فرحتنا لما موضوع تاني لا, لا خلينا اكمل لك توصيف الحرب دي عشان عاوز وتختلف مع توصيف الحرب براحتك الحاجه الثانيه ان حرب دينيه بين الاسلام واليهوديه تقودها جماعه دينيه اسلاميه متطرفه بتقول انا عاوز ازيل اسرائيل من الوجود تماما وازيل اليهود انه بتقول ان مفيش حل للقضيه الفلسطينيه الا بالجهاد وتقول ان القضيه الفلسطينيه قضيه اسلاميه ووقف اسلامي وبالتالي هي حرب ما بين دينيه اسلاميه وكمان حرب بين منظمه ارهابيه ودوله، حماس منظمه ارهابيه منظمه ارهابيه ودوله وهي كمان حرب بدات باعتداء ارهابي ضخم على دوله اسرائيل وتم الرد عليه بحرب ساحقه ضد حماس هذه هي الحرب هذا هو توصيف الحرب تتفق انا مؤمن بهذه التوصيفات الاربعه للحرب ومن ثم اذا وافقت على هذه على هذه التوصيفات يبقى توافق على حق اسرائيل في الدفاع عن النفس وانها كانت حرب دفاعيه اسرائيليه ضد منظمه اسلاميه ارهابيه مصنفه ارهابيه ليه بتقول ان انا عاوز ازيل اسرائيل من الوجود واسرائيل ردت رد صحك تختلف بقى او تتفق في الرد اسرائيل وحجمه ايه ده موضوع تاني ده موضوع تاني. ولكن انا بقول لك على توصيف الحرب نفسها علي فكرة تدين القضية أو انه ارهاب اسلامي بشوف بحاول يعني اتتبع التأييد الأمريكي اللي عليه المفرط او الدائم لإسرائيل مقابل للفلسطينيين فاحد التحليلات بيقولوا انه من سببها الوحيد هو اللوبي الصهيوني او الاسرائيلي في في امريكا زي اي باك وغيرها لكن م. كمان هو ان 37% من الشعب الـ 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 الامريكي المسيحي المتدين الايفنجيليكال دي عندهم ايمان مسيحي بضروره حمايه دوله اسرائيل لعوده المسيح لهذه الارض اي ان دوافعهم دو في دعم اسرائيل هي اصلا دوافع دينية فكيف نلوم العرب والمسلمين أن يتبنوا أو يدينوا القضية الفلسطينية لو بتخدمها لا لازم تفرق بين حاجتين تفرق بين الحركة الصهيونية الحركة الصهيونية م. الحركة الصهيونية دي هي مجموعة الناس اللي هم أسسوا قيام دولة إسرائيل من المؤتمر الشهير في بازل لحد ما اعلنوا دولة اسرائيل سنة 48 دي اسمها الحركة الصهيونية والحركة الصهيونية ممتدة في الدفاع عن هذا الكيان الدولة هذه الدولة سوري مش الكيان الدولة اللي هي اسرائيل ماشي ده يبقى دي يبقى دي الحركة الصهيونية الحركة في بعض المسيحيين منطوين تحت الحركة الصهيونية انا مش ضمن الحركة الصهيونية في فرق بين الحركة الصهيونية وفرق بين إيمانك بوجود إسرائيل. أغلب المسيحيين في 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 العالم مش بس في أمريكا يؤمنوا بوجود إسرائيل. وبالتالي ويؤمنوا معظم مسيحيين العالم يؤمنوا أن اليهود هيتوبوا في في الآخر دي مسألة القضية الدينية. لكن وبيؤمنوا زيهم زي 163 دولة مش مسيحيين أساسا بيؤمنوا بأن دي دولة ولازم يبقى لها الحق في الدفاع عن النفس ومن ثم هناك لازم يكون تفرقه بين الحركه الصهيونيه وينضوي تحتها بعض المسيحيين ولكنهم قله قليله جدا وبين الصهيونيه بالمعنى الايمان بوجود دوله اسرائيل الحالي وده اغلب دول العالم بتؤمن بيه اذا كان 163 دوله في العالم تؤمن بوجود اسرائيل كعضو في الامم المتحده من الاعضاء القدامى في الامم المتحده يبقى اعتبر ان ال 163 دوله في العالم دي الصهاينه. بهذا المفهوم. يعني هو في فرق بين الايمان بحق وجودها آه لا ولكن في تاييدها المبالغ فيه وفي يعني آه قمعها للشعب الفلسطيني لا ده دي, حاج دي برضو موضوع خلافي ايضا هذا موضوع خلافي ايضا الولايات المتحده الامريكيه حليف استراتيجي لاسرائيل ودافعت عن اوروبا في الحرب العالميه الثانيه فهي حليف استراتيجي زيها زي اوروبا ومن ثم الحلفاء الاستراتيجيين بدفع عن بعضهم بيكون في قيم مشتركة وبتكون في مصالح مشتركة تخليهم هناك أسس يمكن على أساسها التحالف والدفاع عن بعضهم البعض فدي دي مسألة ذكرت فكرة القيم وأنا أعتقد أن في جزء كبير يعني من التأييد الأمريكي لإسرائيل والتأييد الأوروبي بصفة عامة والدولي هو تأييد قيمي في الاشتراك في قيم طبعًا. مشتركه حقوق طبعًا. الانسان طبعًا. الممارسات طبعًا. الدوليه الديمقراطيه وهكذا طبعًا. طبعًا. آه لكن في نفس الوقت يعني آه في ناس بتقول لا ده هذه القيم هي ان امريكا واسرائيل الاثنين دول مبنيه على احتلال واستقطاع ارض لا ت... لا تحق له. هذا آه كلام اسطوانات مشروخه قتلوا آه و... آه. الهنود الحمر والجزائريين هذه آه انا بسميها أبو... اسطوانات مشروخه نحن نتحدث عن مجتمع دولي تأسس بعد سنة 1945 بقواعده بقوانينه وبالتالي احنا يعني خلينا في هذه اللحظة إذا كنت بتتكلم عن سياسة تتكلم عن هذا الموضوع هذه استوانات مشروخة بيكرروها لنود الحمر لنود الحمر مش عارفة إيه ما تتكلمش مع واحد اللي يقول لك هذا الكلام أنتوا احنا بنتكلم على عالم في العشرة خمستاشر سنة الأخيرة مات منه ملايين نتيجة قتلوا بعضهم البعض يبقى بتكلمني عن إيه تكلمني بقول لك ملايين اتقتلوا اتقتلوا في السنوات الاخيره في السنوات العشرة الاخيره ملايين اتقتلوا في الشرق الاوسط بينهم وبين بعض قاعدين يتكلمون لا هو في كراهيه دينيه عميقه الجذور بس هو ده اللي ممكن تفسيره بخلاف ذلك فهو كلام مجرد اسطوانات لتبرير الجريمه ضد الاسرائيليين وضد اليهود أه، انت لما كنت بتقول انك انت عانيت كثيرا يعني من الاتهامات بالصهيونيه نعم لكن هذه هذه المعاناه لو وجدت يعني فاكيد مش سببها الوحيد موقفك من اسرائيل انت عندك يعني ما شاء الله أعداء كتير عندك موقفك من النظام المصري موقفك من الاخوان المسلمين موقفك من قضيه الاقباط موقفك حتى من الكنيسه الرسميه القبطيه في مصر لا يعني كل حاجه لها حاجه يعني انا م. بدافع عن قضيه الاقباط طبعا ده اساسي ده اقليه مضطهده ده اساسي ده دي سببت لي عداوات كثيره جدا جدا آخر. آه لكن مش معادي للنظام المصري ولا معارض للنظام المصري لم اكن معاديا ولا معارضا لا للسيسي ولا لقبل السيسي مبارك انا مجرد محلل م. سياسي المحلل السياسي بيطرح القضايا تفرق دي كتير يعني انا مش ضمن اطار المعارضه السياسيه في الخارج سواء في عهد مبارك او في الوقت ده بالتالي لا اصنف معارض سياسي على الاطلاق على الاطلاق لاي من الانظمه رغم ان هم بيعتبروني ان انا انتقدت كمحلل سياسي مهتم بحقوق وكناشط حقوقي طبعا فبالتالي دي قضيه ودي قضيه القضيه الكبيره اللي انا بدافع عنها طبعا الحريات والديمقراطيه وحقوق الانسان وحقوق الاقليات وحقوق الاقليه القبطيه ومسيحيين الشرق الاوسط دي قضيه كبيره قوي 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 اللي هي انت عندك قضيتين كبار القضيه الاولانيه اللي هي قضية الدفاع عن الأقباط وعن مسيحيين الشرق الأوسط، والقضية الثانية قضية حقوق الإنسان عموماً وانتقاد الإرهاب الإسلامي انتقاد الإرهاب الإسلامي والإخوان المسلمين والإسلام السياسي، يعني دول قضيتين كبار بقى فعلاً دول قضيتين كبار. ان انا ضد الاسلام السياسي والاخوان المسلمين والارهاب الاسلامي عموما من سنه 2001 واضف لهم كمان دلوقتي ومن زمان برضو موضوع اسرائيل الدفاع عن اسرائيل فدي بس بس انا تعرضت يعني علشان كده من اكثر الناس اللي تعرضوا لتهديدات وشتايم وتخوين مره موساد مره سي اي اي مره مش عارف ايه اي اي حاجه اي قضيه ادخل فيها باتهم بهذا الموضوع يعني يعني من 2011 من 11 سبتمبر 2001 تغيرت حياتي حقيقي يعني تغيرت حياتي من الاقتصاد الى السياسه والى الخبير في الارهاب الدولي والارهاب الاسلامي هل تجد نفسك احيانا فقدت بعض الفرص ان تنتقد الممارسات الاسرائيليه وحتى التصريحات لا بنتقد فيها زي زي اثنين الوزراء امبارح لا انا بنتقدهم ال... انا بقول عليهم ودبن هجر الفلسطيني لا لا لا, لا. من... <applause> ومش عارف ابن... بن غفير و... طب ما انا بنتقدهم دول انا ب... انا بعتبرهم هم اليمين جابوا ال... المتطرفين الحمساويين لما جت حماس اصلا جابوا اليمين ما كان حزب العمل وكان رابين وكان ايهود باراك وانا بعتبره جنرال كبير و... وكان كله يعني هم اللي جلبوا اليمين الى اسرائيل هم المتطرفين الحمساويين، انا بنتقدهم بنتقد اي تطرف واي عنصريه وبنتقد بعض المتطرفين من المستوطنين اللي بيتفوا على المسيحيين او بيشتموا المسيحيين، ورغم ان المسيحيين بيتمتعوا بحقوق عاليه جدا في اسرائيل لا تقارن اساسا، يعني اسرائيل تركت بيت لحم والاماكن المقدسه المسيحيه كان فيها سنه 1995 تركتها بعد اتفاق اسلو كان فيها 80% مسيحيين و20% مسلمين الان وصلت اقل من 10% وبعض الناس بتقول اقل 2% مسيحيين يبقى معناها ان لما كانوا تحت الاحتلال الاسرائيلي كان موجود الكثافه المسيحيه في الاماكن المقدسه وتحت المسلمين مفيش حاجه هربوهم يا اخي ده حاطين على الكنائس الكبرى حاطين يافطات قدامها قدامها الاسلام هو دين الحق من يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ومش عارف ايه، يفط يفط على كنيسه بيه بيه. وما ننساش ان هم في مجموعه لما احتموا في كنيسه المهد لما كانت من اسرائيل وقعدوا اسابيع جوه كنيسه المهد واحنا واحنا ما 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 يعني قلنا اهو فيش مشاكل وردت ان هم بعض الانباء قالت انه كانوا بيستخدموا ورق ما فيش حاجه عندهم عشان يعيشوا يستخدموا ورق الكتاب المقدس كورق تواليت هل احنا قلنا يو لازم تذبحوهم اللي عملوا كده ولا حاجه ولا خدنا الموضوع دي ببساطه وبالتالي لكن الشيء اللي ما ناخدوش ببساطه لا المسيحيون تحت الاسرائيليين متمتعين بحقوق افضل وبحريه دينيه افضل من تحت الاسلام وتحت حماس حماس غزه شبه خاليه من المسيحيين عشان اللي بيحصل فيها وقلنا ان المسيحيون في الاماكن المقدسه كانوا 80% لحد سنه 95 والان اقل من 10% هذا مؤشر سيبك بقى انت تمسك المؤشرات الكبرى ما تمسكش الحاجات الصغيره لكن جزء لكن... من المسيحيين اللي مشوا برضه كان تحت الضغط الاسرائيلي لتهويد هذه المناطق الاسرائيلي إيه؟ ما سابتها سنه 95 لابو مازن لعرفات ثم لابو مازن الاماكن المقدسه في القدس يعني أصلاً. يا سيدي انا بنتقد اي اساءه للمسيحيين حتى داخل اسرائيل ولكنني لا اقارن الضغوط ال التي يتعرض لها المسيحيون تحت حكم الاسلامي بالضغوط اللي تعرضوا لها منذ تاسيس دوله اسرائيل اقل بكثير جدا 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 لا 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 ابرئ فبالتالي فيه. هذه المسائل فهذه هذه اللي انت قلت ما بت تمنعنيش من انتقاد اي تصرف اسرائيلي خالص بنتقد الحاجه الثانيه اللي انا قلته ان من سنه 2006 وانا اتحطيت طبعا يعني هقول لك عشان تعرف الليست دي الليست دي دخل الامن المصري اقتنص لستة من اصدقائي لستة من اصدقائي وطلعها باسم القاعدة والاف بي اي زاروني قلت لهم لا دي الامن دي دي مجموعة بريدية عندي خدوهم وحطوهم باسم القاعدة اخترقوا الكمبيوتر بتاعي ونزلوه باسم القاعدة ان القاعدة بتهدد الناس دي فيهم واحد صديقي كان معايا في في الكنيسة رئيس قسم الاورام بجامعة ميريلاند قلت لهم هو ده ماله مال القاعدة القاعدة تحطوا ليه ده خدوا الليسته من عند من الكمبيوتر بتاعي وحطيتها جهاز امني فبالتالي مش كل الليست الحاجات دي سنه سنه 2000 طيب سنه 2016 لما خدوا الفيسبوك بتاعي مش مصطفى بكري طلع طب معناها مين اللي خد ال... قال لك ده ناس مط... ناس ياسر برهامي وسلفين الواقع لا ده مصطفى بكر المتصل بالاجهزه فضح نفسه كان بيقرا الرسائل الرسائل الانبوكس بتاعتي على التلفزيون معناها انا وصلت لي يب... مع لا معناها ان هم الزراعه اللي جابوها فبالتالي آ... ال... ال ال يعني منذ انا عملت اول مناظره في الجزيره سنه 2001 على احداث آ... في سبتمبر. 11 في سبتمبر وجابوا لي اللي هو ال... اسمه سليمان ابو غيث اللي هو مساعد بن لادن والجزيره بتعرف كل حاجه واصله ويقولوا لي بيتكلم من الكويت، هو كويتي ونسيب بن لادن ومساعد بن لادن، كان بيتكلم من افغانستان. بعد المناظرة فيصل قاسم قال لي ده سليمان ابو غيز بيتكلم مجنبه باسامه بن لادن ده بيتكلم من افغانستان، بنتكلم من, من افغانستان. كانت مناظرة كبيرة ساعتين عن احداث 11 سبتمبر، وحشدوني فيها كل المتطرفين في مواجهتي. ده بعد 11 سبتمبر مباشرة. وبالتالي منذ 11 سبتمبر وانا خدت خط واضح جدا عالي جدا ضد الارهاب الاسلامي وده فتح عليا حتى المتطرف اللي اسمه بهجت صابر بهجت صابر ده طلع شتمني وهددني والاف بي اي زاروا وقلت لهم ده هو واحد بي بيعمل من تايم سكوير روحوا يعني سايبينه ليه اساسا يعمل من المكان ده فاخيرا اخيرا يعني استولوا على الاي كلاود بتاعي وخدوا منذ ايام خدوا 750 اتصال عملوا هاكينج على التليفون بتاعي يا سيدي انا بدفع ضريبه ان انا واضح جدا في افكاري واضح جدا في الدفاع عن القضايا الحق انا بعتبرها قضايا حقيقيه انك تقف ضد الارهاب الاسلامي والتطرف الاسلامي والاسلام السياسي والاخوان المسلمين ان تدافع عن الاقباط ومسيحيين الشرق الاوسط المتهدين اضطهاد مزمن ده, ده بعتبرها رساله انسانيه انك تدافع عن حقوق الانسان وعن الديمقراطيه والحريات والحضاره الغربيه انا بعتبرها رساله وايضا ان تدافع عن اسرائيل في في حق وجودها وفي حق الدفاع عن نفسها وتدافع عن العنصريه ضد اليهود لما يقول لك شعار مجموعه بتحكم دوله في اليمن الموت لاسرائيل اللعن على اليهود ده عنصريه هل 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 ممكن نتقبل العنصريه ضد اليهود؟ لا اتقبل لان العنصريه ضد اليهود هي العنصريه ضد المسيحيين. نحن كمسيحيون نواجه نفس العنصريه، نفس العنصريه، واذا قبلنا العنصريه ضد اليهود سنقبلها على انفسنا ونحن الاثنين في موقع واحد من واحنا الاثنين بيطلقوا علينا كفار، مش في فرق بين المشركين والكفار. اليهود والمسيحيون بيعتبروهم في الفقه الاسلامي كفار فنحن في حته واحده معاهم ولازم ندافع عن وجودهم وعن حريتهم وعن ايمانهم وعن عقيدتهم وبالتالي ده انا ايضا افتخر بذلك انا من انا فاكر في 2006 او 2007 صدفوك برضو كانت في قناه الجزيره وسالوك عن حماس وانت اتهمتها بانها منظمه ارهابيه وكده وقالوا لك لكنها منتخبة ديمقراطيا وانت ردك الحقيقة كان عجبني جدا وقلت يعني ان هي دخلت في انتخابات في بيئة لا تسمح الا بانتصارهم والفوز بيها طبعا. لانهم داخلين في بشعار الاسلام هو الحل فهل ممكن ان تقول الاسلام ليس هو الحل والاهم هل تستطيع ان تقول الاسلام هو المشكلة لا. ده هي البيئة اللي ممكن يهزموا فيها فكان طبعاً كان كان رد جميل بس انا عندي 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 سؤال هنا بوجه لك سؤال استنكاري هل هل ممكن يكون في حركات مقاومه بدون توجه ديني؟ طبعا ليه لا؟ ليه لا؟ لا أص... اغلب حركات المقاومه يعني لا 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 لا, 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 لا ممكن, ممكن لا في فرق الاسلام حاله خاصه الاسلام حاله خاصه الاسلام غير اي دين الاسلام عنده بكت جراهيبة فكرة الجهاد الإسلامي والإرهاب الإسلامي وتكفير غير المسلمين واستباحة غير المسلمين واستباحة الأرض والعرض واستباحة كل شيء هذا, هذا شيء خطير هو بيعتبر العالم كله مسرحا لغزواتهم ومسرحا ده تعريف الإسلام هو جاء لإزالة الشرك والكفر وده أغلب المسلمين الأصوليين بيقولوه أننا لنا الحق إزالة الشرك والكفر وبالغزو وبالتالي الإسلام حالة خاصة تاني خالص هو لما يقول لك ان لما في فرق ان حربنا ضد اليهود واننا لدينا وعد الهي بافناء اليهود هذا بقى موضوع بقى مش مقاومه خالص دي ده عاوز يفني شعب ويفني دين ويفني تاريخ هذا مش ممكن كلمة مقاومة إسلامية بالذات دي تختلف عن أي شيء تاني الإسلام يختلف عن أي دين آخر طلع في تاريخ الإنسانية كان في لقاء مع أستاذ أحمد سامي كان بيقول أن الفرق بين الإسلام والمسيحية والإسلام وأي دين تاني أن المسيحية يعني بدأت دعوة روحية وكذا وتم تسييسها في وقت ما لفترة ما لكن الإسلام من منذ بدايته وهو مرتبط بالسياسة منذ بدايته حتى الآن فديت عملت عليه ضغط ضغط لا ولا ضغط ده بالعكس ده هو قال كلام مخفف عن الكلام اللي أنا قلته أن الفساد في المسيحية هو فساد شخوص شخوص أما الفساد في الإسلام فهو فساد نصوص وليس شخوص هذا م. هو التوصيف الحقيقي أو إنه... وفساد مؤسساتي ما لما الكنيسه كانت بتحكم كانت مؤسسات في... شخوص يعني مؤسسات بعيده عن النص لكن الفساد في الاسلام الخطوره في الاسلام في النص اساسا في النص في النص المؤسس اللي كتب عنه كريم خليل عبد الكريم عن النص المؤسس كتب عنه ثلاث اجزاء خطيرة جدا على النص المؤسسي بغض النظر مش نخش إيه؟ في نقاش نعم ديني في الموضوع, الموضوع. <applause> آه، سؤال ليك تاني آه، برضو استنكاري هو ازاي مجدي خليل بيغسل ايد اسرائيل من كل العشرين الف إسرائيل قتلته يعني ايه اغسل ايدي ده حرب حرب اساسا والحرب انت بتق... هو مات منهم كام لحد دلوقتي حوالي 1500 1600 مثلا اسرائيلي حاجه عدد مش صغير مظبوط ولا مش عدد مش طيب اسرائيل بتقول ان احنا قتلنا 8000 على الاقل منهم الحوثيين ولا واحد يقول لك منهم حد من حماس اولا الرقم ما نعرفوش لانه بتعلنه وزاره الصحه بتاعه حماس ده نمره واحد نمره اثنين ما قالوش منهم ولا واحد من حماس طب ما اسرائيل بتقول ان اتقتل منهم 8000 على الاقل من حماس. يعني هو اتقتل 3 4000 5000 ممكن يكون اتقتلوا من من اسرائيل قتلتهم في الموضوع ده والباقي من حماس على على مبالغه في العدد ممكن تكون اربع خمسة ما نعرفش انت لا تعرف بالظبط اسرائيل ما تلاقي 1500 لا بس واحد. بس حتى يعني امريكا معترفه بالرقم اسرائيل لم تعترض عليه ما من لا بنعرف كده عارفين ان اسرائيل بتضرب لا معترض يعني عليه بدون تمييز لا اسرائيل معترض عليه انا بقول لك طيب هقول لك حاجه بسيطه جدا مش هندخل في هذا الجدل كل مره يقول عليه اسرائيل ضربت بيقولوا هم هم بيقولوا واسرائيل ما انكرتش وقالت ألف قنبله السبعة ال ألف قنبله 500 قنبله كانت ممكن تفني ال 2 مليون بتوع غزه صح ولا لا القنابل الضخمه لو هي بتستهدف المدنيين ال ألف قنبله ده يفنوا العالم لو استهدف مدنيين بس بس ما هو المنطق دوت يعني ما ينفعش لان عشان لا تقدر تبيد غزه لا كلها لا ولا لا ده ينفع ينفع في حاجه كلها فنقول آه الحمد لله انها وصلت ل 50 لا لا لا, لا, لا يعني. لا 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 ما اقولش كده العكس انت بتعمل انت بتلوي الموضوع اه انا بقول لك ان دول كولترال دامج ان هم بيموتوا نتيجه حروب ضحايا في حروب ده ده الفرق ضحايا بالنسبة. مدنيين ضحايا مدنيين وانا بقول ان لو بتستهدف مدنيين مدنيين كانت 27 27000 قنبله دي اول 10 اول 1000 اول 500 قنبله كانت افنت الـ 2 مليون لو بتستهدف لو بتتعمد استهداف مدنيين كانت قتلت ال مليون في اول لكن عام لكن الموضوع مش مش بهذه البساطه يعني امريكا هو... يعني بتتعرض لضغط شديد جدا بسبب استهدافها المدنيين طبعا استد... يا سيدي ما تقدرش تقتل الشعب كله يعني يا سيدي تسمعني اسمعني ف... بتتعرض لضغط لان في ضحايا مد... ضحايا كتيرة وده طبيعي انها تتعرض بس انا بقول ان مش بتتعمد استهداف المدنيين فرق كبير انها تتعرض لضغط نتيجه سقوط مدنيين وهو شيء مؤسف جدا سقوط البشر شيء مؤسف جدا اساسا وفي فرق بين انها بتتعمد قتلهم هذا م هذا مش صحيح انا بقول لو بتتعمد قتلهم من اول الف قنبله كانت محت غزه خالص الناس. الناس. الناس, الناس لكن هي محت شمال غزه تماما يعني لا ال الهدم الهدم طبعا الهدم طبعا ما هي اول حاجه لازم عشان تدخل تحت الانفاق بتضرب وت وتضرب يعني موجه كده يعني بتكتسح المباني اللي موجود فيها حماس وبتوع حماس و... يا سيدي الدنيا كلها اعترفت ان حماس كانت تحت مستشفى الشفاء مركز بتاعهم الرئيسي الدنيا كلها انا بتابع الصحف الغربيه كله اعترف انه تحت المستشفيات وتحت الانروه الانروه دي اغلبها بس كنت تحت كنت... مستشفى الشفاء ما حاجه او ما حاجه ده كافيه يعني لا 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 ده لسه نيويورك تايمز كاتبه تقرير عن مركز حماس نفسه كان تحت مستشفى الشفاء وشالوه وهربوا بخدوا الوثائق وخدوا كل شيء عامله عامله انفستيجيشن انفستيجيشن ريبورت عن الموضوع ان خدوا خدوا مركز القياده عشان ما يقعش في ايدين اسرائيل طب انا إيه. شفت لقاء ما بين يهود باراك وكريستيان أمانبور اللي هي يعني معروفه بمواقفها المتوازنه يعني بين اسرائيل لا, لا. وفلسطين وسالت عن مستشفى الشفا ساعتها يعني الكلام ده من اسبوعين ثلاثه ولا احنا عارفين ان فيه خنادق والانفاق تحت مستشفى الشفا لان احنا اللي حفرناها في التسعينات ده هذا كلام منقوص خلي بالك عملوا حاجات في التسعينات علشان لاسباب معينه لكن هم عملوا شبكه انفاق اوسع واعمق وتحت ال متر اللي تحت ازاي في فرق ما بين ان هم عملوا حاجات وسمحوا بحاجات وفرق بين انك انت توسعت وعملتها شبكه حربيه في فرق م. كبير انك تعملها شبكه علشان تصريف حاجات معينة عشان الأمور معينة تحت المستشفيات وفرق بين أنك تعملها شبكة أنفاق حربية ما نخرجش عن الموضوعات الموضوعات واضحة أنا بس عاوز أرجع لللستة لل... 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 علشان وبخاطرها لأن دي خطيرة جدا الليستة آه انت آه، قلت لنفسك عشان انت متعاطف مع لا لا, لا، أنا. لا. لكن في ناس تانية لاسباب آه، تانية آه،, اه بس انا هقول لك الليستة مثلا فيها شخصيات مهمة مثلا م. كمان آه، صحفيين اغلبها عشان تشوف هم مركزين على دول الخليج خلي بالك ها آه؟ اغلبها من دول الخليج وخاصه السعوديه والامارات لان هم كارهين التطبيع وكارهين ان هم تخلوا عن حماس وفي شخصيات معروفه من السعوديه والامارات زي عبد الخالق عبد الله كان مستشار رئيس الجمهوريه الاماراتيه عبد العزيز الخميس وده صحفي مرموق وعبد الرحمن الراشد مؤسس قناه العربيه ورئيس تحرير الشرق الاوسط الاسبق واحمد الجارله رئيس رئيس تحرير ومؤسس صاحب صحيفه الراي الكويتيه و و وطارق الحميد رئيس تحرير صحيفه الشرق الاوسط وطبعا الاخ رشيد انت اشرت اليه واسماء اخرى كثيره لكن كمان أشاروا لحاجتين ده 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 معناها خطيرة كمان في الليستة قناة العربية وقناة سكاي نيوز طيب مين قناة العربية؟ قناة العربية سعودية رسمية تملكها الحكومة السعودية يعني متهمين الحكومة السعودية بالصهيونية قناة أوكي. سكاي نيوز قناة إماراتية وبتعبر عن الرأي الرسمي الإماراتي قناة العربية بتعبر عن الرأي الرسمي السعودي معناه انك انت تتهم ان دول صهيونيتين معناها انك بتتهم السعوديه والامارات بالصهيونيه رسميا مش مجدي خليل تعالى تعالى بقى للمصريين لان هم من المصريين اللي هم سبع شخصيات مصريه ولا واحد فيهم انا قلت لك ان في ناس بتنتقد حماس وتعادي حماس لكن مش لا لا تدافع عن وجود اسرائيل انا انا في الليستة في هواء الغنيم وده بيشتم حماس ببزقه بس ليس اكثر وسحر الجعارة ده ضد حماس طبعا وضد الاسلام السياسي ومحمود بدر ده الراجل ده ولا حاجه ده حماس عشان النظام المصري محمد ابو حامد نفس الكلام وفي شخص مستنير جدا مصري عايش في في النمسا اسمه كريم جاهين وفي اثنين هم اللي بيدافعوا عن حق اسرائيل في الوجود واحدة اسمها داليا زيادة كانت باحثة في ابن خلدون وانقلبت عليه وبقت مع النظام المصري وفجأة لأنها بترفع التون قوي 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 مع إسرائيل وده أنا بيشككني النوع ده يعني مريب وجات واشنطن لكن و... ده كده معناه أنك كانت شغالة معاك كنت في ابن خلدون أنا ما كنت شغال في ابن خلدون أنا كنت يعني متعاون مع ابن خلدون بس عمري ما اشتغلت كانوا بيستدعوني لمحاضرات ما كنتش موجودة زمان لما بدأ ابن خلدون في اخر اخر ظروف ابن خلدون كانت رئيس, المر... رئيس الإدارة المركز ولكن انقلبت على سعد الدين ابراهيم وراحت للنظام ودفعت عن العسكر والعسكريه والكلام زي وفجاه تعلي التون قوي لصالح اسرائيل ده طبعا يتحط 100 علامه استفهام عليه وانا لان دي مواقفي من 30 سنه فمفيش فيش جديد في هذا الموضوع ادي لكن انا بقى هقول لك حاجه على خطوره الليسته دي ايه خطورتها إيه, ايه المخاطر اللي اللي ممكن يتعرض بها الناس خلي بالك انك زي زي خطر ان حد يتهمك بالكفر اكتر ما هو ما يتهم ده تهمه الاثنين يعني الكفر ده تهمه دينيه ممكن تستهدف يستهدفك المتطرفين بس خلي بالك ماشي أوه. التهمه الدينيه قد تصب في استهدافك من المتطرفين ولكن التهمه بالصهيونيه تشمل الكفر كمان اذا كنت صهيوني ده يبقى كافر انت مع اليهود فبالتالي التهمه بالصهيونيه تشمل الخيانه الوطنيه والخيانه الدينيه، يعني تشمل الاثنين، الخيانه الوطنيه والخيانه الدينيه. و يعني يترتب عليها العزل والعزل وال... الاجتماعي والحصار الاجتماعي، السجن كمان، انت عارف ان ممكن لسته زي دي يسجن الناس ليها ليه؟ لان في قوانين تجريم التطبيع في الدول العربيه، زي ايه؟ لبنان في قانون تجريم التطبيع من سنه 1955، سوريا في قانون تجريم التطبيع من سنه 1963 العراق من سنه 1969، الكويت من سنه 1964، مصر من سنه 1975 لمن يعتنق الصهيونيه. طيب في تهمه اخطر كمان الاتصال بالعدو. الاتصال بالعدو، يعني تتهم واحد من صهيوني معناه انتصر بالعدو. ليه؟ لان اسرائيل مصنفه عدو في سوريا وفي لبنان وفي العراق وفي اليمن وفي الاردن وفي مصر. معناها انك انت انك انت اتصلت بالعدو شوف بقى تهمه الاتصال بالعدو كمان مخالفه الاحكام الشرعيه الدينيه ليه انك تصف واحد بصهيوني مخالف الاحكام الشرعيه الدينيه لان في فتوى ابن باز قال عدم جواز تواصل الافراد السعوديين والاسرائيليين فتوى لابن باز وفتوى للازهر يحظر شرعا اي اتصال غير حكومي مع الاسرائيليين يبقى انت هنا مخالفه دينيه مخالفه دينيه شرعيه ومخالفه وطنيه الفصل من المنظمات الاهليه زي انك تبقى طبيب لو انت سيوني يفصلوك من نقابه الاطباء يدمروك مهنيا يفصلوك من نقابه الصحفيين يفصلوك من نقابه المهندسين يفصلوك من نقابه الممثلين زي ما حصل لعلي سالم من اتحاد الكتاب تدميرك مهنيا واخيرا اتهام بالخيانه ممكن تدخل السجن والعماله اتهام بانك انت ضد الشرع وفقا للفتاوى الشرعيه الرسميه و ممكن التعرض للاذى من اي فرد في العالم. لدرجه واحد حطوه في الليسته اسمه ايمن العالول هو من غزه بس ضد حماس وعايش في هولندا. بقى يصرخ يقول له يا وسخ حاططني في الليسته عشان اي واحد يقتلني؟ انا انا صهيوني مجرد انا مختلف معاكم في حماس معناها صهيوني؟ فبالتالي هناك مخاطر كثيره جدا لاتهام شخص بالصهيونيه وهذه الليسته لستة خطيره. ما تنساش ان لما الامريكان السوفيت غزم افغانستان طلعت لنا القاعده بعد الغزو عشان يواجهوا مواجهه اسلاميه للغزو الامريكي للعراق طلعت لنا داعش وبعدين ممكن بعد هذه الحرب تطلع لنا منظمه وممكن الليسته دي تتبناها منظمه ارهابيه وتطارد الناس اللي في الليسته دي فبالتالي ما نهونش من هذه الليست لانها وراها استهداف استهداف اما بالتشهير اما بالتشنيع او بالاذى بصفتك محلل سياسي هسالك يمكن السؤال الاخير نعم <applause> يبدو ان الاخ رشيد مستضيف او بيتكلم عن موقف الاستاذ حامد عبد الصمد حوالين نفس الموضوع لماذا اختلف موقفهم يعني في حول فلسطين واسرائيل ده موضوع انا بنرجع له تاني ممكن عايز حلقه مختلفه يعني. <applause> مختلفه لان كل واحد ظروفه مختلفه يعني, يعني. بس حامد فلت من هذه القائمه مش زيك انت ورشيد معلش معلش لاسباب لا شخصيه لاسباب لا اسريه لاسباب لا خ... كل واحد له ظروفه وما ما نعرفش الظروف الحاكمه ليه ايه و... وانا اعتقد لو هو مش عايش في لبنان وعايش في المانيا ما كانش هيبقى موقفه ده ده باختصار شديد ولكن انا على الاقل انا بقى وانا بحترم توجهات حامد فيما يتعلق بنقد الاسلام ونقد التطرف الاسلامي وسقوط العالم الاسلامي وغير ذلك لا خلاف معاه بالعكس اي حاجه فيها اسلام <applause> لا مش اسلام هو بيتكلم هو التطرف الاسلامي ده مش حاجه بتهددنا كلنا اكيد اه طيب خلاص احنا متفقين ان التطرف الاسلامي هو خطر على البشريه كلها فبالتالي <applause> متفقين معاه <معدة> آه لكن انا اتكلمت على خطوره هذه الليسته على اللي فيها وعلينا كلنا وعلى ظروف اه 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 عمل هذه الليسته ما انا عايز ارجع للليسته ديت والظروف وانت اتكلمت كتير عن حكايه الامارات هذه قناه اماراتيه او سعوديه آه 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 لما كان ترامب اللي ماسك ونقل يعني هو كان طبعا برو اسرائيل يعني تماما كان تابع يعني مؤيد لاسرائيل ونقل اول رئيس امريكي يعمل الخطوه ديت اللي انا بادينها اساسا يعني لانه عملها بدون اي ثمن سياسي تدفعه اسرائيل في سبيل حل لا 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 خلي بالك لا نقل السفاره القدس ده قانون طلع في الكونجرس سنه 1900 بس النقل الحقيقي كان, ال... أيوة أيوة كل أيوة كان... كان, أي... كان كل رئيس امريكي بيستخدمه كان كل رئيس امريكي عشان مباحثات السلام كان بياجله بالظبط بالظبط ايوه ايوه لكن آه هو آه ترامب ما اخترعش العجله هو نفذ قانون صادر سنة 95 من الكونجرس بالظبط كان يعني كله بيستخدموا قوارك الضغط على إسرائيل أه. في حالة حل نهائي أو مفاوضات سياسية سلمية وهكذا لكن بغض النظر هو عمل كده فإدى إدى لإسرائيل مكافأة على لا شيء وبعد كده اسرائيل تمادت طبعا نتنياهو اللي هو اسوا رئيس وزراء في تاريخ اسرائيل حتى ده بصوت صديقك توم فريدمان اللي هو يهودي بالاساس فتوسع بقى في في المستوطنات وكان عمل يعني شبه اعلان ان هو ياخد الضفه الغربيه هو كمان لاسرائيل شبه كامله فجت فالضغط زاد جدا وحماس بقت بره موضوع المقاومه الفلسطينيه لو حبيت بين قوسين يعني بره العمليه واسرائيل السعوديه تتكلم في في التطبيع وجات الامارات راحت راحت قالت لهم لو لو تنازلتوا راحت لاسرائيل لو تنازلت اسرائيل اسرائيل وامريكا عن فكره ضم الضفه الغربيه وتوسيع المستوطنات سننضم لفكره معاهده إبراهيم ديت اللي هي بتاعت كوشنر وترامب فكان فيها عمليه فعليه لتصفيه القضيه الفلسطينيه والناس بتس بتدعي يعني او بترى بعض الناس ان 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 دوت كان سبب رئيسي في 7 اكتوبر وانه سبب يمكن يكون مبرر يعني ان ان فلسطين بقت خارج المعادله في الشرق الاوسط. يعني انا بختلف مع ان الامارات اوقفت ضم الضفه الغربيه ولا اعتقد ان كان هيضف هيضم الضفه الغربيه اساسا. في فرق بين التصريحات اللي بتصدر من بعض المتطرفين في الحكومه الإسرائيلية والواقع على الأرض، الواقع على الأرض مختلف، ما تقدرش تعمل، الواقع على الأرض إن 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 القضية دي متفجرة وهتفضل مش متفجرة ومش هتتحل، أنت عارف إن بتوع غزة بيزيدوا كل 15 سنة؟ بيتضاعفوا كل 15 سنة؟ 100 105% أو 110% تحت 18 سنة، يعني معناها إن بيتضاعفوا كل 15 سنة، في شعب بيتضاعف كل واخد التكاثر السكاني تحدي إسلامي، فبالتالي الموضوع مش بالسهولة ان ان تصريح هنا وهناك ان هيصفوا ولا هيطردوا ولا الكلام مش سهل ابدا زي ما بيقولوا ولا سهل ولا اصلا كان ولا اصلا نتنياهو كان هينفذ حاجه زي كده ما اعتقدش ابدا ما اعتقدش ابدا أه انا عجبني التعليق دوت هسيبك ترد عليه اسمع مقال الاسرى الاسرائيليين نفسهم عن المعامله الانسانيه الجميله التي شافوها من حماس طبعا طبعا ده جزء من البروباغندا المقززه انك تمسك م. واحد وتحصره تحت الارض وتخليه بتاعه وتجبره انه يتكلم وتجبر ثلاثه مسنين فوق سبعين سنه عشان تبتز بيهم اسرائيل وتبتز بيهم العالم وتبتز بيهم الغرب هذا ابتزاز رخيص رخيص انا لو هتعاملني كويس يعني اولى بيك ما تخطفنيش يعني ما تختفنيش طبعا لا, لا, لا <applause> انا بشوف ان ان الكلام زي كده في منتهى الخبل ان وفي <applause> انا بحترمهم بيقولوه في في الصحف المصريه وبيقولوها في في منابر التواصل الاجتماعي على ان ده مفيش كراهيه ده شوف التعامل الانسان لا, التعامل لا, لا انا انا بعتبر ان الكلام ده في حالات اغتصاب للستات ومسجله طبعا مسجله رسميا وعملوا آه. عليها تحليلات وشافوها فيه. وعملوا تحليلات ونشر عنها تقرير موسع في في <applause> نيويورك الامم المتحده الامم <applause> وهم وعندهم مش راضيين يطلعوه عندهم سجل لان اسرائيل رحبت انها تروح قدام محكمه العدل الدوليه ولاول مره ترحب بهذا الموضوع ثم عندهم... انا لو مخطوف وحد هيسيبني ابقى فرحان هبوس ايده لما يسيبني اساسا يعني طبعا طبعا انا انا ممكن <applause> أجل... بص هنسيبك قدام الكاميرا هت... هعملها ممكن اديله ستيتمنت ممكن اديله ستيتمنت اجامله عشان يسيبني حياتي ده م... ده الحياه الانسانيه في مواجهه جملتين اقولهم يا سيدي يا سيدي دي كلها جزء بروباجندا مقززه جدا بتطلعها المتعاطفين مع حماس اللي هو الشرق الاوسط كله المؤيد لحماس رسميا المؤيد للارهاب الاسلامي رسميا ضد اليهود وضد اسرائيل وبالتالي لا يمكن اخذها من اي عاقل على مستوى العالم بمحمل الجد هل انا قلت ده اخر سؤال كان اخر سؤال بس انا آه عمري ما قلت الحقيقه في الموضوع دوت هل تعول اسرائيل على مثل هذه القائمه ال 105 صهيوني في تحسين صورتها امام العالم وهل هناك من مكافاه محتمله؟ آه ب... انت قلت حاجه لطيفه قوي اول ما نشروا ال... بعد نشروها وبعدها باسبوع قالوا ده لقاها قاده حماس لقوها مقاتلي حماس لقوها في ال... في في المستوطنات لما وان دول بياخدوا فلوس من اسرائيل وعلى لسته الموساد طبعا ما اكثر الاكاذيب وما اكثر الاكاذيب اللي بيطلعوها وبيطلعوا الكذبه ويكبروها ويعملوها حقيقه زي كذبه ان هنري كيسنجر قال ان اسرائيل هتحتل ثمان دول عربيه وستحتلهم كل الكذب ده كذبه محمد حسنين هيكل على لسان عموس الدين ان مبارك كنز استراتيجي هذا الكنز الاستراتيجي لاسرائيل كذبه وعموس الدين لسه عايش واسمها مات هيكل بعد ما نشر الكذبه بطريقه هستيريه في الشرق الاوسط كذبه ان اليهود سابوا كانوا موجودين ما راحوش مركز التجاره العالمي لأنهم عارفين 11 سبتمبر هذه الاكاذيب اللي بيطلعوها وبيروجوها وبيعملوها قصة حقيقية الإسرائيليين ما لهمش علاقة بالناس دي خالص ولا علاقة بالحاجات دي والناس دي كما أعلم أغلبهم يتحرك عن إيمان قوي كو... في واحدة بس يهودية حطيناها اسمها سمر يهودية أساسا إسرائيلية وحطينا في الليستة ما عرفوش إنها هي إيه من العراق أساسا أنا أعرف بتاع خمسة ستة يهود ممكن يتحطوا في في الأسماء دي أو وبتالي... طبعاً اللي أنت مؤرخين هذه طبعاً بالتالي الناس دي ون... لا ليس لها علاقة بإسرائيل وليس لها علاقة ولا بياخدوا فلوس و... هتاخد قنا... هياخد عبد الرحمن يعني شيء سخف منتهى السخافة ومنتهى ال... 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 الاتهامات اللي بلا دليل والاتهامات الاتهامات ال... الاجرامية أنا بسميها اتهامات اجرامية لأن يتهمك لكي يرتكب الاخرون جريمه في حقك، فهي دي اتهامات اجراميه على ش... بيتهموك علشان غير... غير واحد يرتكب جريمه في حقك، هم كذابين طول عمرهم كذابين بيكذبوا كما يتنفسون الاسلاميين الكذب اساسي في عقيدتهم فلا جديد عليهم.